بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في ثلاثة الأصول: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني الآية. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد رسول. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي أن المؤلف رحمه الله تعالى شرع يذكر أنواع العبادة، وذكر منها وذكر أن العبادة هي حق لله سبحانه وتعالى، ولا يصح أن يصرف منها شيء لغير الله، ومن صرف منها شيء لغير الله، وشيء يشمل القليل والكثير، فهو مشرك كافر. وذكر الدليل على هذا، ثم بدأ يسرد في أنواع العبادات. قال: ومنها، نعم، قال في الحديث. قال المصنف رحمه الله: وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. هذا الحديث ضعفه بعض العلماء، منهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، يقول أن الحديث هذا ضعيف، ويغني عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وتقدم معنا أن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة، دعاء بلسان الحال ودعاء بلسان المقال.
معنى هذا أن كل ما يعمل العباد فهو دعاء، إما بلسان الحال أو بلسان المقال. دعاء العباد صرف لغير الله شرك أكبر، كمن صلى وصام وحج لغير الله. ودعاء المسألة ينقسم إلى قسمين، فيما لا يقدر عليه إلا الله صرف لغير الله شرك أكبر، كطلب الولد والرزق من غير الله سبحانه وتعالى. وفيما يقدر عليه المخلوق أن يصح بأربعة شروط، أن يكون حي وحاضر وقادر وسبب. حي خرج به ميت، وحاضر خرج به غائب، وقادر خرج به عاجز، وسبب ما لو اعتقد أن لهذا تصرف خفيف الكون وبيده جلب المنافع ودفع المضار. وذكرنا أيضا أن الناس انقسموا في الاعتقاد في الأسباب إلى ثلاثة أقسام، صحيح وشرك أكبر وشرك أصغر. الصحيح أن يعتقد ويجعل ما يجعل الله سبحانه وتعالى سبب سببا، وجعل لنا الله سبحانه وتعالى الأسباب تنقسم إلى أسباب شرعية كالرقية، وأسباب حسية كالدواء. وإذا اعتقد أن السبب هو المؤثر بذاته فهذا شرك أكبر، وإذا اعتقد وجعل ما لم يجعل الله سبب سببا فهذا شرك أصغر. نعم. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذن الدعاء حق لله، لا يمكن أن يصرف لغير الله سبحانه وتعالى. أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن، ما قال عن دعائي، قال عن عبادتي، هذا دليل أن الدعاء هو العبادة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وأن أعمال العباد هي دعاء، إما بلسان الحال أو بلسان المقال. نعم. ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الخوف قلنا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: خوف عبادة وتعظيم وسر، صرف لغير الله شرك أكبر، وهو الذي يعني قصد به المؤلف رحمه الله تعالى بإرادة الخوف. والثاني خوف جبلي لا يلام عليه العبد، جائز، كالخوف من النار ومن اللصوص ومن قطاع الطريق ومن السماع، فخرج منها خائفا يترقب. وهناك خوف ثالث وهو خوف محرم، كالقنوط من رحمة الله أو طاعة المخلوق في معصية الخالق. فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، إذن شرط الإيمان إخلاص الخوف لله سبحانه وتعالى. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني. نعم. ودليل الرجاء قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أمر الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الآية أن يعلن الناس أنه بشر، وأكد هذه البشرية بقول مثلكم، وتميز عنا عليه الصلاة والسلام بأنه يوحى إليه عليه الصلاة والسلام، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو، يعني يطمع في لقاء الله، وهذه الآية دلت على لقي الله سبحانه وتعالى، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، فليعمل عملا صالحا. هذه الآية فيها شرط قبول العبادة، لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يقبل أي عبادة إلا بتوفر شرط الإخلاص وشرط المتابع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. الإخلاص ومن أجل ندرس التوحيد، والمتابعة ومن أجل ندرس الفقه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي موافق لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأحد نكرة تعم كل أحد، نبي أو ولي أو جني أو صالح أو ملك أو غيره. إذن شرط قبول العبادة الإخلاص والمتابع لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، والدليل الآية. نعم. ودليل التوكل قوله تعالى: ودليل التوكل، يعني ذكر التوكل هو صدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع الثقة به والأخذ بالأسباب المشروعة، صدق وثقة والأخذ بالأسباب. ويقسم العلماء ومنهم الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، يقسم التوكل إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول
التوكل تفويض جميع أمور إليه واعتقاد أن بيده جلب المنافع ودفع المضار. قال: صرفه لغير الله شرك أكبر. الثاني: اعتماد على حي مع نوع افتقار، اعتماد على حي لكن مع نوع افتقار، فهذا شرك أصغر، كالذين يعتمدون على الأمراء والوزراء والتجار والأغنياء وغيرهم. فإذا تسأل هذا من أين تأكل وتشرب، يقول: من فلان. طيب لو قطع عنك هذا التاجر النفقة، قال: أموت، أتشرد أنا وأولادي، أضيع، أهلك، فهذا عنده نوع افتقار، فهذا نوع من الشرك الأصغر مع أنه اعتماد على حي. الثالث: وكالة. ولا يصح أن تقول توكلت على فلان، إن هذا عمل لا يمكن يصرف إلا لله. ولا يصح أن تقول توكلت على الله ثم على فلان، بل تقول وكلت أي فوض. وكل النبي صلى الله عليه وسلم في شؤون العامة وشؤون الخاصة. نعم. قال: إذن التوكل هو صدق الاعتماد على الله مع الثقة به والأخذ بالأسباب. والدليل: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، تقديمها من حق التأخير يدل على الحصر. وعلى الله فتوكلوا، أصل الآية توكلوا على الله، لكن عندما تقدم المعمول على العامل دل على الحصر. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، إذن شرط الإيمان إخلاص التوكل لله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. وبعض العلماء قال أنه لو لم يأتي في فضل التوكل إلا هذه الآية لكفى بها فضلا، لأن الذي يعتمد على الله سبحانه وتعالى يكون الله سبحانه وتعالى حسبه أي كافيه. ودلت هذه الآية بمفهوم أن من يتوكل على غير الله خذل. نعم. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: الرغبة والرهبة والخشوع. السائر إلى الله سبحانه وتعالى لابد يجمع في سير إلى الله بين الخوف والرجاء، لا يغلب جانب على جانب فيهلك، ويجعل الخوف والرجاء كجناح الطائر. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، فحال الموحد أنه دائما يسارع. وهذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين قام عليه الصلاة والسلام وقال: يا معشر قريش. وهذا لابد أن يكون حال أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من بعده، فاستبقوا وسارعوا، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. فحال الموحد أنه يسارع ويستبق الخيرات، لأن التأخير له آفات واقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها، كما قال هذا الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. وابن القيم رحمه الله تعالى يقول أن الله سبحانه وتعالى إذا يسر للعبد أسباب الطاعة وجب عليه أن يقتنمها، ولأنه لو أخر قد يحول الله سبحانه وتعالى بينه وبين هذه الطاعة ولا يستطيع أن يقتنمها. والدليل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. إذن السائل إلى الله لابد يجمع بين الخوف والرجاء، لا يغلب جانب على جانب فيهلك، والمسارعة واستباق الخيرات. نعم. والدليل: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية: الخشية هي خوف، لكن خوف بعلم، فهي أخص من الخوف، والخوف عام، لأن الخوف قد يكون من كل أحد، والخشية تكون من العلماء، إنما يخشى الله من عباد العلماء. فالخشية هي الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشاه وكمال سلطانه، إنما يخشى الله من عباد العلماء. إذن الخشية هي الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشاه وكمال سلطانه. ومن الأسباب التي يعني تدفع الإنسان لطلب العلم الوصول إلى الخشية. نعم. قال: ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني الآية. نعم. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وأنيبوا أي ارجعوا إلى ربكم، وأسلموا له أي
لابد أن تسلم أمرك لله سبحانه وتعالى، فأنت عبد، والعبد ليس له إلا الرضا والتسليم. وسوف يأتي معنا أن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. نعم. ودليل الاستعانة قوله تعالى ذكرنا نعبد فيما تقدم أن الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والشفاعة صح أن تطلب من المخلوق فيما يقدر عليه بالشروط الأربعة: أن يكون حي، فإذا أراد إنسان أن يستعين بآخر في حمل متاع مثلا قال أعني في حمل هذا المتاع أو أعني في دفع السيارة، حي وحاضر وقادر وسبب يصح. نعم. لكن فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا صرف لغير الله شرك أكبر. نعم. ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين تقديما من حق التأخير يدل على الحصر كما تقدم معنا، يعني لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. وهذه الآية في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين استدل بها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة التدمرية وفي غيرها أن العبد لابد يجمع بين الشرع والقدر، يجمع بين الشرع والقدر، وهذه هي طريقة أهل السنة والجماعة، الجمع بين الشرع والقدر. يحسن الظن في الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى اختار أن يكون من أهل الجنة، ثم بعد هذا يؤدي هذا إلى العمل. نعم. قالوا ففيما العمل يا رسول الله؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إذن أهل السنة والجماعة يجمعون بين الشرع والقدر، والدليل إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. إذا استعنت فاستعن بالله، يعني لا تستعن إلا بالله سبحانه وتعالى. نعم. ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. أعوذ يعني ألتجئ وأعتصم. نعم. ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وتقدم معنا أنه يصح أنه إذا غرق إنسان مثلا في البحر أن يستغيث بآخر بأربعة شروط: أن يكون حي وحاضر وقادر وسبب. لكن إذا اختل شرط من هذه الشروط انتقل من الاستغاثة المشروعة لاستغاثة الغير مشروعة. نعم. ودليل الذبح قوله تعالى ودليل الذبح ذكرنا أن الذبح انقسم إلى ثلاثة أقسام: ذبح لله هدي وأضاحي وعقيقة وصدقات، وذبح لغير الله محبة وتعظيم كالذبح للجن والذبح لأصحاب القبور والذبح في وجه السلطان محبة وتعظيما. وهناك قسم ثالث وهو الذبح جائز كالذبح شاة اللحم والاتجار وإكرام الضيف. نعم. ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل يا محمد عليه الصلاة والسلام وكل من يصح توجيه الخطاب إليه، قل إن صلاتي أي أعمالي البدنية ومن أعظمها الصلاة، قل إن صلاتي ونسكي نسيكتي أي ذبيحتي أي أعمالي المالية ومن أعظمها الزكاة والذبح، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي يعني أحيا وأموت على ما يأمرني الله سبحانه وتعالى، وليس لي أن أتصرف على ما أريد، بل أنت عبد ولا بد أن تسلم لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، إخلاص لا شريك له، وبذلك أمرت أن أول المسلمين. نعم. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. لعن الله، اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، من ذبح لغير الله أي محبة وتعظيما. نعم. ودليل النذر قوله تعالى دليل النذر، النذر سوف يأتي معنا بإذن الله تعالى ما يعني ذكر فيه العلماء أقسام النذر وحكم النذر وغيره في كتاب التوحيد بإذن الله تعالى، لكن هنا لابد أن نعرف أن النذر ينقسم إلى قسمين: نذر لله
ونذر لغير الله. النذر لغير الله هو في اللفظ كالحلف بغير الله، بدل أن أقول والله يقول والنبي، وبدل أن يقول لله عليه نذر يقول للولي الفلاني عليه نذر، لجبريل عليه نذر. حكمه ليس كالحلف بغير الله، لأن بعض العلماء يقول أن حكم النذر أنه لم ينذر لهذا الولي أو لجبريل أو لغيره إلا وهو يعظم ويرفعه ويجعله مثل الله سبحانه وتعالى، وهذا شرك أكبر. إذن النذر ينقسم إلى قسمين، نذر لله ونذر لغير الله. النذر لغير الله هو في اللفظ كالحلف بغير الله، وفي الحكم شرك أكبر. نعم، ولا بد فيه من التوبة. نعم، قال: ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. نعم، الله أعلم، نكتفي بهذا المقدار، وغدا إن شاء الله يكون عندنا اختبار شفوي فيما أخذنا من أول أصول الثلاثة إلى نهاية النذر، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.